ناخد معانا على التليفون خالد عامر الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا خالد. يا أميرة، صباح الفل عليك وعلى كل السادة المستمعين اخبارك والمشاهدين. ايه؟ كله تمام؟ أنا زي الفل الحمد لله. مباراة صعبة ومباراة مهمة ما بين السيتي وتوتنهام، شايفها ازاي؟ مش شايفها ماتش أحلام المدفعجية والأرسنال كله بتتلخص في 90 دقيقة تقريبا. النهارده كل مشجعين أرسنال هينسوا للحظة إن ماتش توتنهام ده يعتبر ديربي، لانه فريق لنداني زي تشيلسي فيعتبر ديربي. واعتقد ان جمهور ارسنال كله هيشجع النهارده توتنهام، لانه انا ما شفتش موسم مستحق الفريق اكتر من الموسم ده لارسنال. السيتي بعد فتره كنا بنقول ان هو متذبذب الى حد كبير في الاداء، بعد خروجه من اوروبا بدا يركز اكتر في الدوري، فبدا وقوعه في النقاط او نزيف النقاط يقف تماما، تقريبا ما خسرش ولا ماتش من بعد ما خرج من اوروبا، ما خسرش ولا ماتش. الارسنال كذلك بيأدي موسم ممتاز، النتائج الايجابيه حتى اخرها الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف. ارسنال بيلعب في الملعب وكانه البطل، يعني في شكل وفي روح وفي رغبه شديده في الملعب. ارسنال وكانك بتتفرجي على فريق متمرس في الحصول على البطولات حقيقي. فالماتش النهارده ماتش السيتي امام توتنهام النهارده هيخلي الجوله الاخيره، يعني ان شاء الله، يعني لو توتنهام، لان انا صراحه عايز الارسنال ياخد الدوري، فلو توتنهام النهارده قدر يعمل حاجه حتى لو بتعادل امام مانشستر سيتي، الجوله الاخيره للفريقين هتبقى مشتعله جدا. خالد، يعني تقارير كتير تابعناها خلال الساعات القليلة اللي فاتت ان توتنهام ممكن يسيب المباراة عشان ارسنال ما ياخدش الدوري، شفت الكلام ده ازاي؟ ولو ان يعني خلاص، يعني مفيش حاجة اسمها في كرة القدم كده ابدا. في تصريح لطيف من بوستيكوجلو اللي هو المدير الفني لتوتنهام، قال لك انه 99% من جماهير توتنهام تريد فوز السيتي، ان هو بيعترف انه احنا عايزين السيتي هو اللي يكسب الدوري، مش عايزين ارسنال. بس هو استنكر ده، هو بوستيكوجلو استنكر ده وقال ان هو مش فاهم رغبه جماهير فريقه في انه يخسر من مانشستر سيتي، وانه الماتش هيشهد احداث مختلطه او مشاعر مختلطه ما بين انه انا بحاول اكسب وفي نفس الوقت مكسبي ده انا هو دلوقتي بيتكلم بلسان الجمهور، ان انا عايز اكسب بس في نفس الوقت مكسبي هيفيد الفريق الديربي بتاعي او الفريق الغريم بتاعي في نفس المدينه، فهتشهد مشاعر مختلطه. وقال انه ده مش موجود في الكوره يا جماعه، احنا بنلعب عشان نكسب، وفي النهايه اللي بيكسب انا بنافس عشان احسن مركزي في الدوري وبنافس عشان احسن عدد النقاط بتاعتي. اللي يكسب الدوري في الاخر يكسبه، انا ماليش علاقه بالقصه دي. بس فكنت بقول لك انه بوستيكوجلو قال انه ده مش موجود في الكوره يا جماعه. انا بلعب عشان انافس، واللي يفوز باللقب يفوز باللقب، انا ماليش علاقه. ما فيش حاجه اسمها في الكوره ان انا مش عايز فرقه تخسر تكسب اكتر من فرقه ثانيه. انا بنافس عشان احسن مركزي واحسن عدد نقاطي، وفي النهايه اللي يفوز باللقب ده نصيبه، يعني انا ماليش علاقه بالقصه دي.